عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد السيسي فور عودته أن مصر دولة قوية ولها مكانة عظيمة، موضحا أن الشعب أصبح أكثر وعيا ولا يمكن خداعه. وأضاف الرئيس السيسي أن هناك قوى شر تحاول استهداف المصريين والنيل من إرادتهم ونقل صورة غير حقيقية بهدف تزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للحقيقة، مؤكدا أنه لن يمكن تزييف الواقع ولا داعي للقلق. كما شدد الرئيس السيسي أن للإعلام دورا كبيرا في توعية المواطنين. الشعب المصري بقى واعي قوي ازاي الصوره تترسم عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم. الكلام ده المصريين بقوا معاه وعاملينه كتير، واللي اتعمل قبل كده ما فيش حكم تاني. ليه؟ عشان ربنا وعشان انتوا. فما تقلقوش من حاجه، ما تقلقوش من حاجه. ومشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان في احترام يعني ملحوظ جدا من زعماء العالم ودول مصر الجديدة بنظر الزعماء. أخبارها ايه؟ زي الفل، كل حاجة ماشية كويس قوي. أنا شايفكم يعني أنتوا بتسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا مع المحيط. أنا مش شايف كده، الموضوع مش كده خالص. ده صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده، عبارة عن كذب واحتراف وتشويه وكتابة إلكترونية شغالة وشوية إعلام يشتغل عشان يقدم صورة مش حقيقية. أنتم لازم تكونوا واعيين لكده. احنا جامدين قوي إن شاء الله، بلد جامدة قوي بيكم. بيك يا ريس. بلد جامدة قوي بيكم. التظاهرات والشغل للاسف اللي احنا ممكن نعبر بيه بانه شغل رخيص شويه من قبل الارهابيين، رسالتك للمصريين ايه؟ اصل الرساله دي اللي كنا احنا بنتكلم من اسبوع في الموضوع دوت قبل ما نسافر، وقلنا يا مصريين خلي بالك مش هيسيبوك، مش هيسيبوك، لا هيسيبوك تنجحوا ولا هيسيبوك تتهنوا على حاجه، ولا هي حكايه حرب بيننا وبينهم. مجموعه قد كده والشعب كله يعني بتصدقهم ازاي؟ يعني والاعلام عليه واجب كبير، وعوا الناس اكتر وتصدوا لاشاعات الانتقام والكذب اللي بيتقال وكذب ان هو يتحدد في كل حته. الناس البساط ما تسيبهمش لان هم ناس غايبين قوي قوي وهم بيبقوا فاهمين كويس. فمصر مكانها كبير قوي، مش عشان حاجه انها في شعبها، مكانه مصر في شعبها. بيكوا يعني عايز اقول نشكرك انك موافق تحكم مصر وشايل شيلتنا، كتر خيرك وربنا. لا لا ازاي بقى، ده انا ليا الشرف والله. بس متشكرين متشكرين. سيادة الرئيس، نعم، عايز اقول لحضرتك فاما الزمن فذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نفعت الناس وعمرت وحفظت البلاد. الله يسلمك. حفظك الله لنا وحفظ مصر بك. اللهم امين يا رب يحفظنا فيه. متشكرين. انا بس عايز اعرف رد فعلك لما شفت التقارير والهتافات ودعم. بقول المصريين يوم ما حفلوا، يوم ما حفلوا من المصريين زي يوم التفويض كده 2013 3/7 يوم ما حفلوا من المصريين رسالة للعالم كله، ينزل الملايين، لكن مش أقل من كده. شكرا جزيلا.